زين جهزت القهوة مالتنا واحنا بنسولف. زين راح اشعل لكم كل العيون مالته وشوفوها شلونها. القسط اني لحد بعدين يقول لا سعره اقل او كذا، اني اخذته بالقسط يعني محملين عليه فائدة، هذا الطباخ محملين عليه فائدة وصار سعر. فبالنسبة للمراية هي ممتاز اصلا، تقدرين تشوفين روحك عليها. الافضل هو يشتغل اوريدي سوية الفوق وجوه سوية، شوفوا بس شنو بملاحظة الدرجة مال الحرارة هنا. هلو هلو، شلونكم حبايب؟ ان شاء الله تكونون بخير وانتو تتابعونا. اليوم راح نشوف شنو سلبيات وشنو ايجابيات الطباخ مالتنا، فخليكم وياي. وبعد ما جربت الطباخ مالتنا وصار تقريبا عندي اكثر من شهرين، هسه يلا قررت اسوي لكم فيو عن الطباخ. ليش اتاخرت اني؟ راح اقول لكم. اولا لازم اعرف انه هو ليا درجة هو ممتاز وشنو سلبياته وايجابياته حتى اقدر اوصل لكم الامانة. بالنسبة للطباخ سعره كان 850,000 دينار، والطباخ هو مصري. زين شنو بعد سلبياته وايجابياته؟ بالنسبة للنار مالته فشي ممتاز كلش روعة. بالنسبة للعيون زين شلون اني انظفه؟ انظفه شيء اعتيادي طبعا، اشيل هذولا السبايات واكيد اشيل العيون مالته واغسله وامسحه بوصله رطبه اكيد على مود اشيل الزاهي من عنده، لان اني ما استعمل المنظفات مال ازاله الدهون، فقط استعمل الزاهي. هواي بنات سالوا انه شلون النار مالته؟ النار مالته ممتازه، وهاي شوفوها قدامكم. زين راح اشعل لكم كل العيون مالته وشوفوها شلونها. بس شنو بنات، هو كان هالشكل اصفر، شوفي هاي العين ما مستعملتها اني، شوفي باقي على صفار، يعني هاي تتغير لونها بالاستعمال يتغير، يعني هذا الذهبي مالتها يروح. اني هاي العينين يعني ما استعملهم هواية لكون انه هما صايرين يم الغسالة، لذلك ما الح عليهم، يعني تهدير ثمن كذا استعملهم اكثر شيء، او انه شغله بسيطه اسوي اخدر شاي او اسوي قهوه. راح اسوي القهوه وياكم. هنا انا خليت مي راح اخليها على الطباخ، فقط بس مي هسه حطيت، وراح ابدي اخلي القهوه. هنا انا المقدار تقريبا راح يكون فنجانين من القهوه، الكل فنجان من القهوه اني اخلي ملعقه من القهوه. وهذا اكيد كلش كافي، الكل فنجان، خلون ملعقة كوب ونخوطها بهالشكل، لان اكو بنات سألوا شوفينا الطريقة الصحيحة شلون تسوين القهوة. طبعا بالنسبة للبنات اللي يحبوها حلوة يعني وساطة او انه تكون حلوة، كمية الشكر هاي كيفكم انتو تتحكمون بها. عن نفسي اني ابدا ما اخلي اي شكر بها، احبها سادة، لان اكل وياها قطعة من الحلو، شوكليتة، نستلة، اي شيء هالمتوفر عندي بالبيت. فنرجع لموضوعنا، اتغيرت عندي لون العيون. هاي النار ما تشوفوها لان حارة الدنيا، خلاص راح اطفي، طفيت بالغلط القهوة. زين عيني، فهاي النار مالته اللي تغير عندي، فقط تغيرت لون العيون تغيرت، اما هو فهو كلش زين. هاي شلون يتوسخ وشلون ننظفه؟ طبعا هاي حسب ما انت شقد ما تستخدمي اكيد راح يتوسخ شي طبيعي، وترجعين تغسليه بالطريقة العادية مثل اي طباخ اخر. ومو بس هالشكل، اني يعني انظف العيون من اغسل الطباخ، وايضا حتى السباية همينة اغسلها حتى احافظ عليه ويبقى دائما جديد عندي. اما بالنسبة للمراية، فالمراية الافضل ان شنو بعيها، لان تعكس كلش قوي، فما راح اخليها، ما راح اصورها كلها كاملة. فبالنسبة للمراية هي ممتاز اصلا، تقدرين تشوفين روحك عليها، المراية مالته تجنن. نزلي الكاميرا ميمي. زين فاكو بنات يحبون يغلفوها، انا بالنسبة الي ما مغلفتها. تحبين تخلين عليها غلاف سيليفون ممكن، يعني حتى لا تتوسخ، او انه اثناء التصوير لا تعكس الصورة ممكن. زين جهزت القهوة مالتنا واحنا بنسولف.
وبعدني ما محضرة الاستكان يا استكان بعدني ما محضرة الفنجان مال القهوة. خلي أروح أجيب لي فنجان وأجيكم. نخلي فنجان القهوة هاي خيانة. هسا الكبد مالتي أبو مريوم يشوف الفيديو يقول ها تشربين قهوة من ورايا، يعني هو متعلم أنا وياه نشرب القهوة سوية. نخلي ليمون ديدوكس بنفس الوقت، وأيضا كلش طيب يصير ويا المي ينطي انتعاش. نصب القهوة مالتنا وياكم حتى نرجع لسالفتنا وللفيو مال الطباخ مالتنا. هاي قهوتنا ويا محلاها، تمنيتكم وياي تشاركوني بهالفنجان القهوة الحلو، تفضلوا. أما بالنسبة للفرن وشنو؟ طبعاً هنا أنا مسويته مثل المخزن، حاطة بيه الجداري اللي ما أحتاجهم، شغلاتي ما أحتاجهم. فحبايب بالنسبة للفرن هذا يشتعل من هنا هالشكل، شغلية الأسفل تشوين بيه من الأسفل، وهنا تشوين بيه من الأعلى. طبعا هاي مال العين الوسط ما علينا بيها، ممكن تشوين اثنيناتهم بآن واحد، بس هذا كلش خطر، يعني طريقة الاستعمال تكون خطرة جدا جدا، فانتبهي لهاي النقطة. مو عبالك تقدرين تشعليهم فوق وجوا بنفس الوقت، يعني تقولين ها هي راح اشعل الطبخ، لأن بيها سلبيات كلش هواية وتؤدي لا سامح الله كارثية. فما اريد اقول لكم شنو المساوئ مالتها، بس اقول لك كارثية المساوئ مالتها. الافضل تشوين من الاسفل، وبعدين اذا احتاجتي تشوين من الاعلى. انا هيك شويت الكليتشه مالتي والكيك مالتي ايضا هالشكل اشوي، لذلك قلت لكم اخذت وقتي بكل التجارب. يلا دا اشرح لكم على الطباخ هذا المصري. فقلنا ال 180 تخليها هالشكل، من الشغلين تخليها على اخر شيء هي ال 180، يعني مثل الاوفن بالضبط. انت اذا تردين تعرفين الدرجات وهو ما موجود عليه درجات، ف راجعي الاوفن مالتك وشوفي شلون هو، يعني على ايش قد الدرجات مالته، وانت اكيد راح عينك ميزانك راح تعرفين شلون تتصرفين وياه. انا بناء على هذا عرفت انه ال 180 تجي هنا، والكيكات مالتي اللي اسويها والمعجنات كلها اغلبها اسويها على 180 او 170. ماشي، مستعجلين احنا وعندنا اكله نريد نسويها، اوكي ان شاء الله هالشكل مثل البيتزا نسوي ان شاء الله نخليه على 200 نريد، يعني تقديريا يجي 200 هنا. أنا اكيد اذا هنا 180 فهنا حيجي 200، وهنا الفول مالته اكيد راح يجي صح، ومن هنا اكيد راح نطفيه اكيد. زين حبايب، هاي بالنسبه من نريد نشوي من الاسفل. من الاعلى اذا نريد نشوي ايضا نفس الشيء، من تردين تنصي تعتبريها هاي 180 250، وهاي الفول اللي هي الماكس مالته. فاي شيء تردين تشوين، اذا كليتشه اذا كيك اذا بيتزا اي شيء، حتى انا هسه عندي تبسي الدجاج من اسويه او تبسي الباذنجان اخليه فقط من الاسفل، اوكي، واني اخلي عليه ورق الزبده واخلي عليه الالمنيوم عادي جدا. بعدين من اريد انطي لهم وجه مثل ما يقول الشويه الاخيره اخر 5 دقائق، اكشف عنهم الالمنيوم واشيل عليهم ورق الزبده ايضا، وبعدين خليها 5 دقائق فقط لا غير، اشعلها من الاعلى وها هي تصبح عندي جاهزه. اذا كان تبسي او اذا كان يعني تبسي باذنجان او دجاج نفس الشيء، احمرهم مثل ما يقول او انطي لهم الوجه الاخير. الكليتشه نفس الشيء، نص الوقت تقريبا حيكون من الاسفل ونص الوقت من الاعلى، هي والبيتزا. فهذا بالنسبه للفرن. بس من تشعلين الفرن انتبهي، ليش؟ لان هاي الجهه انا يعني بالنسبه لي بالاستخدام هاي الجهه تصير حاره نار كلش حاره. خاف تقولون احنا رحنا اشترينا وتورطنا بيه، دا اقول لكم هذا الشيء كلش طبيعي انه هنا تصير حاره هاي الجهه كلها، يعني من الحراره مالتها. انا ذاك اليوم قلت للابو مريم اخاف ذولا يروحون يموعون مثل ما يقول، قال لي لا ما لهم علاقه، ما عليك بيهم ما راح يموعون، بس هاي الجهه راح تصير كلش حاره عندك، وهذا الشيء طبيعي. اكيد من تخلين الفرن مالتك تخلين مسافه بينه وبين الحائط، ليش؟ على مود تنزلين الصندل اللي حتروح للقنينه مال الغاز، هذا شيء طبيعي. الافضل تكون مسافه يعني زينه حتى لا تفلت الصندل، لا تلزق بالفرن وهو حار وتسبب لك مشكله. هاي نصائح لك اذا حابه تردين تستفادين منها، ف
عارفه كيفك وقلت لك هو سعره 850 الف دينار، اخذته بالقسط اني لحد بعدين يقول لا سعره اقل او كذا، اني اخذته بالقسط يعني محملين عليه فائده، هذا الطباخ محملين عليه فائده وصار سعره 850. سعره بالسوق بيش الله اعلم، اني ما عندي علم ولا اعرف اي شيء، ماشي؟ بس الاشياء اللي مريت بيها واللي صادفتها، واريد اقول لك هو مثل ما قلنا احنا ويجي وياه كتيب، اذا حابه تشوفين اكثر تقدرين تراجعين الكتيب، ولو اكثر العراقيين احنا اول ما يجي الحاجه قبل نشيل الكتيب نذبه ما لنا شغله به، مو صحيح؟ اغلبنا هالشكل لحد يقول لا، فعادي جدا اني هسه عن نفسي دا اشرح لكم اني لا لازمك كتيب ولا قاريه به امانة الله كل شيء، بس مجرد اللي استعملته واللي شفته واللي صار وياه دا اشرح لكم اياه. اسم الطباخ يونيونير، هاي من هنا القداحه ومن هنا مال الشوي مال الفرن يعني دوران الماطور، ومن هنا الجلوب، هذا الجلوب مالته هو بي ماطور يشوي الدجاجه والكابسات مال الدجاجه، الشاشه يعني تدخل بالدجاجه موجوده عندي، بس اني دجاج شوي ما مسويه لحد هسه، بي من هاي الدجاجه تفتر حالها من حال المطاعم اللي نشتريها جاهزه، ما مسويها هاي التجربة، ان شاء الله اذا سويت هاي التجربة اكيد اشاركها وياكم. وهذا كل شيء كان يخص الطباخ سلبياته وبايجابياته، اذا حبيتوا تشترون من عنده عليكم بالف عافية، واذا ما حبيتوا فانتوا اخذتوا فكرة واستفاديتوا ان شاء الله. ولهنا وخلاص الفيديو مالتنا لهذا اليوم، ان شاء الله حبيتوا واستفاديتوا من عنده، لا تنسون تخلوا لي لايك واشتراك القناة، واذا تقدرون شاركوا الفيديو مالتي ويا الأهل والأصدقاء حتى تكبر عائلتنا بوجودكم، أحبكم كومات. إن أنا شنو قبل ما يخلص الفيديو مريم هاي خلينا إياها كواليس، نريد نحمي القهوة مالتنا لأن بردت وأني قاعدة دا أسولف وياكم ما قدرت أشرب القهوة مالتي، فراح أحمي القهوة وأروح أشرب القهوة مالتي على رواق مثل ما يقولون، وأنتظر أسوي لكم فيديو جديد، بس شو وقت مرة ما تخلص الغسلة مال الغسالة حتى اسوي لكم فلوج جديد بالغسالة مالتنا. مريومة طلعت الشوكليت، مريومة زين يا سلام، اموت عليكم، باي باي.